إذا قيل لك أيجوز للمسلم أن يحب أخاه أو أباه أو قريبه الكافر؟ فقل لا يجوز. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أفيجوز أن تصلهم؟ نعم، للآيات المذكورة في سورة الممتحنة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء كما عند البخاري: صلي أمك، لما أتتها وهي مشركة.